المشاهد اللي اثرت كده لو انت شخصيا بتدافع عن محمد رمضان في كتير من الافلام. ما شفتش محمد رمضان السنه دي. اه بس يمكن ما اعرفش يمكن كان مشهد اسماعيل ياسين اكيد قريت حتى على السوشيال ميديا. ما انا قفلت السوشيال ميديا. قفلت خالص. بس يعني بيقولوا لي ايه بقى اللي حصل؟ ازاي ما تحكي لي؟ اسماعيل ياسين جاي بيشتري من موسى حاجه مش راضي يديله ثمنها على اعتبار انه اسماعيل ياسين وعايز ياخدها سفلقه يعني. فموسى بيتريق عليه وبتاع ما بيمشوش غير لما ياخد ثمنها. الدنيا مقلوبه. ايمن بجد قمر رفع قضيه بما اعتبار ان هو قريب اسماعيل ياسين يعني. والموضوع قلب الدنيا من امبارح. ما عنديش فكره. بص هو في بعض المدارس اللي هي بتنهج نهج الفرقعات وخلف تعرف وإثارة الزوابع والمسائل اللي زي دي موجودة. بس هو في مدارس أخرى بتدافع عن كل ما هو تراث وكل ما هو تاريخ وكل ما هو له قيمة. فلو اصطدمت المدرستين ببعضهما البعض هتحدث مصيبه تعمل تش كده يعني. يمكن معروف عنك انك بتقلد حلو جدا. لما جابوا حد شبه اسماعيل ياسين هو شاب على التيك توك بيقلد كل الوقت اسماعيل ياسين. انت شايف ان اسماعيل ياسين لو اتقلد وتقدمه مكان الوضع سخريه منه انت تقبل ده حتى انت بشكل شخصي؟ انا من النجوم اللي ما عرفتش اقلدها لما كنت بعمل فوازير كان عندي 30 نجم. في نجمين ما عرفتش اقلدهم خالص واعترف بده، اسماعيل ياسين ونجيب الريحاني. من يبدو كده انه هو ليلي يعني مش ده اسماعيل ياسين. لما بتيجي تقلد شخصيه انت يا تقلدها مظبوط يا اما تعملها كاريكاتير يعني. اسماعيل ياسين صعب انك تجيبه من جوه. ممكن تجيب الحبتين دول لا 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 يعني دول اي حد ممكن يعرف يعمله، ولكن انك تجيب اسماعيل ياسين ده صعب جدا. ده رايي يعني كراجل انت شاهدت لي يعني بتقول لي ان انا بعرف اقول له. بس السخريه هنا بقى انت تقبلها ولا لا؟ طبعا غير مقبول السخريه. انا ما اعرفش انا ما شفتش لكن غير مقبول السخريه يعني. طيب بشكل عام شايف ايه المسلسل؟ خاصه ان اسماعيل ياسين ده من اعظم الممثلين واكثرهم انتاجا للادوار في السينما المصريه. ده عمل 450 فيلم فلا يقارن به مخلوق يعني. يمكن المليجي زيه برضه عامل 450 فيلم.